السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع مهم جدا للأبحاث العلمية، فأنت بتسأل السؤال اللي يبدأ يدور في كل الأبحاث اللي موجودة عنده ملايين الأبحاث، ويبدأ يجيب لك النتيجة، ويبدأ يجيب لك ملف البي دي اف لو أنت حابب إن أنت تفتحه، أو حابب إن أنت تقراه، أو حابب إن أنت تستعين بيه في البحث بتاعك، وتقدر تخصص الإجابة بحيث إن أنت توصل للنتيجة اللي مطابقة للبحث اللي أنت عايز تعمله. فهو عامل زي شات جي بي تي لكن متخصص في الأبحاث العلمية. زي ما انت شايف تقدر تحدد السورس والأوثر والجورنال اللي انت عايزه، بحيث توصل بدل ما النتيجة موجودة في أبحاث كتيرة، لا يجيب لك أكتر أبحاث مثلا ممكن تكون مفيدة وقريبة منك.